الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل في باب فضل السواك وخصال الفطرة، قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. متفق عليه. هنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة. هذا شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أو خمس من الفطرة؟ وهل بين جملتين فرق؟ نعم، بين جملتين فرق. فلو كانت الرواية الفطرة خمس، أي أن الفطرة محصورة في هذه الخمس، ولو كانت الرواية خمس من الفطرة، أي أن الفطرة أكثر من خمس، ولكن هذه بعضها. وقد جاء في الحديث الآخر سيمر علينا عشر من الفطرة، فدل على أن الفطرة أكثر من خمس. ولو صحت الرواية الأولى الفطرة خمس وعندنا عشر من الفطرة، فيكون معنى الفطرة خمس يعني على سبيل الحصر، أي على سبيل التأكيد، وما سواها من الخصال فهي مكملات، وهي الباقية في الحديث الآخر في حديث عشر من الفطرة. والمراد بالفطرة هي السنة والطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، والمراد هي الطريقة التي فطر الله الناس عليها، يعني خلقهم عليها، ومن أجل ذلك لا بد أن يعملوا بما فطروا عليه، ومن غير وانحرف عن الفطرة فإنه مخالف لشرع الله عز وجل. وهذه الأمور المذكورة في هذا الحديث والحديث الذي بعده، هل هي من الواجبات أو من المستحبات أو فيها ما هو واجب وما هو مستحب؟ سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام على ذلك، لأن فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب. وقال بعض أهل العلم أن كل ما فيها يدخل، خاصة الخمس، يدخل في الوجوب. أما حديث عشر من الفطرة ففيها واجب وفيها مستحب. فهنا قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان. والختان واجب على الرجال على الصحيح، سنة في حق النساء، واجب في حق الرجال وسنة في حق النساء. فالختان على الرجال وعلى النساء، لكنه واجب في حق الرجال وسنة مستحبة في حق النساء. وفي حق الرجال تزال الحشفة كاملة، الجلد التي على الحشفة كاملة، بينما في النساء لا تزال كاملة، وإنما يزال بعضها، لأنها لو أزيلت بالكلية فإن هذا يؤثر على المرأة حال جماعها. فلذلك المستحب في حق النساء أن تزيل البعض لا الكل، بخلاف الرجل فإنه يزيل الجلدة كاملة لأن فيها تجمع الأوساخ. قال: والاستحداد. والاستحداد المراد به حلق شعر العانة، وقيل الاستحداد لأنه يستعمل فيه الحديد والموسى، وشعر العانة هو ما نبت حول الذكر. وهل يلحق به الشعر الذي يكون حول الدبر ويدخل في الاستحداد؟ قال العلماء: هذا من باب أولى، لأن إزالة الشعر الذي حول الذكر مظنة تجمع النجاسات، فما كان أولى منه فهو أولى في الحكم. فيدخل في الاستحداد أيضا الشعر الذي يكون حول الدبر. قال: وتقليم الأظافر.
والأظافر معلومة، ونتف الإبط. وهنا انظر، فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين شعر العانة وشعر الإبط، فقال في شعر العانة الاستحداد، استعمال الحديد والموسى، بين الإبط قال النتف، لأن النتف أفضل في هذا المكان. ولو استعمل أي مزيل من المزيلات سواء في العانة أو في الإبط فإنه يجزئ، ولكن الأفضل في العانة الاستحداد والأفضل في الإبط النتف. قال وقصوا الشارب. وقص الشارب هل هو واجب أو مستحب؟ على خلاف بين أهل العلم، والصواب أن قص الشارب، قص ما زاد عن الشفة العليا، أنه يجب على الصحيح من قول أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأخذ من شاربه. فعندنا كمال وعندنا أدنى الكمال، فأدنى الكمال في الشارب أن يقص ما زاد على الشفة العليا. وقد جاءت الروايات في الشارب بالقص والحف والإنهاك، فما الفرق بين هذه الروايات؟ قال بعض العلماء أن هذا على التخير، يعني إن شاء قص فقط يعني ما زاد على الشفة، أو أنهك بأن يعني خفف منه كله بحيث لا يصل إلى حد الجز الكلي، وإنما حد الإنهاك فقط، يعني يبقى منه شيء. وأيضا وردت روايات أخرى، القص والإنهاك وغير ذلك من الروايات، فقالوا هذه على سبيل التأخير، وقال بعضهم على سبيل التنويع، يعني مرة هذا ومرة هذا، ولكن الذي يظهر أنه على سبيل التأخير. ثم قال في حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة. قص الشارب قد تكلمنا عنه، قال وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وقسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته، يعني أحد رواة هذا الحديث، انتقاص الماء يعني الاستنجار، وهو مسلم. وقد ذكرنا في الحديث السابق قص الشارب، ذكرنا أيضا قص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة. بقي في هذا الحديث إعفاء اللحية والسواك، والسواك قد تكلمنا عنه في الجلسة الماضية، واستنشاق الماء وقص البراجم وانتقاص الماء. هنا قال وإعفاء اللحية، إعفاء اللحية من سنن الفطرة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة وذكر إعفاء اللحية، هذا رد على من يرى أنها من العادات، لأن بعضهم ذهب إلى أنها من العادات ليس من العبادات، وهذا غير صحيح. الإعفاء من الفطرة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعفاء، سيمر علينا الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى. فالإعفاء واجب على الصحيح، وهو كالإجماع بين أهل العلم، وإنما الخلاف بين أهل العلم في الحد وليس في الإعفاء، فالإعفاء واجب، وإنما خلافهم في حد الإعفاء. قال والسواك ومر علينا، قال واستنشاق الماء. استنشاق الماء هو إدخال الماء إلى الأنف لتنظيفه، سواء كان في الوضوء أو في غير الوضوء. قال وغسل البراجم، والبراجم هي العقد التي تكون في ظهور الأصابع، العقد التي تكون في ظهور الأصابع، لأنها مظنة تجمع الأوساخ. قال وانتقاص الماء، وانتقاص الماء فسره وكيع رحمه الله بالاستنجاء، أي إزالة النجاسة من السبيلين. والعاشرة المضمضة، والمضمضة سواء كانت في الوضوء أو في غير الوضوء، فإذا احتاجها المرء فإنه يفعلها، لأنها من سنن الفطرة. في آخر هذا الباب قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفو، وهذه أحد الروايات في الشارب، قال أحفو الشوارب، قلنا هناك الحف والقص والإنهاك، قال أحفو الشوارب، والإحفاء المراد بها المبالغة في القص، قال أحفو الشوارب وأعفو اللحى، متفق عليه. وهذا كما ذكرنا في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم وأعفو اللحى، رد على من يقول بالعادات أنها من العادات ليست من العبادات، لو كانت من العادات يعني الأمور المباحة لما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم،
فالنبي أمر في أكثر من حديث، قال أعفو أرخو أكرموا إلى غير ذلك من الحديث التي جاءت في الأمر. فهذا ينفي ما ذهب إليه بعضهم أنها من العادات، لأنه بعض الناس يعني قد يحيي بعض الأقوال المهجورة جدا التي لا عمل عليها فيحييها بين الناس، حتى أجازوا الحلق، والحلق كما نقل بعض العلماء أنه محرم، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في عدة حديث الأمر، والأمر يخرج عن العادة، فدل على أنه عبادة. فهذه الأمور المذكورة في هذه الحديث كلها من خصال الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، ومن خالفها فقد خالف وقد خالف الفطرة. ومن هنا يعني ينبه على أمر أن بعض الناس الآن يقول أن بعض الكفار مثلا يعفي اللحية ويحف الشارب ويقلم الأظافر، ونحن مأمورون بمخالفتهم، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ يقال له إن الكفار والمشركين والمخالفين إذا وافقونا فإننا لا نخالف الشرع من أجلهم، هم وافقونا هذا فضل لهم هم لأنهم وافقونا، أما أن نخالف الشرع من أجل أنهم وافقوا فإن هذا محاد لله ورسوله. وهذه الأمور من الفطرة، الناس كلها مفطورة عليها، فمن خالفها خالف الفطرة، لذلك جاء في الحديث كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانها أو ينصرانها أو يمجسانها، فمن وافقنا في هذه الأحكام فقد وافق الفطرة التي خلق عليها. فلا يلبس على الناس يقال أن المشركين واليهود والنصارى يعفون اللحى ويحفون الشوارب وغير ذلك من الأمور فنخالفهم، نقول لا، أن تحاد الله ورسوله، تخالف السنة من أجل أن تخالف المشركين، هذا لا يقع. فلذلك نحن مأمورون باتباع السنة، وإن وافقنا من وافقنا في السنة فإننا لا نخالف السنة من أجل موافقته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.